أنا هناك كذلك قدوم بعض الجزائريين، بعض العائلات الجزائرية لمدينة الرباط. بحال عائلة بن غربت. ما تماما، محمد بن غبريط فعلا كان له دور كبير في نشر الطرب الغرناطيخ. أقدم جمعية تأسست سنة 1921، كان اسمها الجمعية الأندلسية، وأسسها محمد بن إسماعيل اللي جا من تلمسان إلى وجدة لغرض التدريس. الآلة وكيدوروا الأغاني وكيدوروا القصائد الكلاسيكية اللي جاوا بها الجزائريين من هنا، بحال طال الوحش عليا وجار، بحال ملك على الرصام. ما كانش الشعب في المغرب، كانوا البريولات غنيوات دي 3 مينوت 4 مينوت ملحنين يهود مغاربة وجزائريين، وكانوا كيجيو من الجزائر داك الأغاني كيجيو المغرب، فحال دور بها الشيباني ولا بحال هلا الليل لالي. بالنسبة للمغاربة، تسمية هذا التراث بالجزائري هو ناتج عن تأثير الجزائر في المغرب، في تأثير الجزائر في المغرب من خلال بعض المعلمين الذين كانوا يتوافدون على المغرب، وخصوصا من تلمسان. مثلا يمكن أن نستحضر هنا علما وهو محمد بن غبريط، قدم إلى المغرب في العقد الثالث 1923 24 25 وأسس مدرسة لتعليم الطرب الغرناطي في الرباط. دعم هذا الوجود نتاع هذا التراث في مدينة وجدة هما العائلات الجزائرية اللي متواجدين بكثرة هنا في وجدة، ومن بينهم مثلا الوالدة ديالي اللي جدها وجدودها سي les grands maîtres de la musique andalouse en Algérie. الشيخ العربي بن صاري وعبد الكريم دالي، هادو من فطاحلة الطرب كما نقولوا الغرناطي في الجزائر. دونك هاد العائلات هما اللي نقلوا لنا هاد التراث اللي حنا كنقولوا غرناطي، ما الاصل ديالو غادي نسميوه اندلسي جزائري. وجدنا بعض النصوص التي تتحدث مثلا عن سنة 1850 أن بعض المشايخ كانوا يأتون من تلمسان إلى مدينة وجدة لإحياء سهرات، وهذا إن دل على شيء يدل على أن مدينة وجدة يعني قد عرفت هذا الطرب يعني منذ فترة بعيدة. وليس على إثر الاحتلال الفرنسي للجزائر، هاجر عدد من الجزائريين إلى المغرب بحثا عن الحرية، فنقلوا معهم ألوان الطرب الجزائري واستطاعوا نشره بين الهواة، بل تعليمه لكثير من محترفي الموسيقى بالمغرب. وحنايا عندنا المدرسة اللي معروفة في وجدة هي المدرسة التلمسانية، نظرا لقرب الجزائر من المغرب، ووجدة خاصة كانت يعني ما كتبعدش بزاف على تلمسان، كتعرفي أن تلمسان ووجدة بيناتهم 60 كيلومتر، يعني مسافة قصيرة، وكان في عهد الاستعمار كانوا ينشطوا في هذه الجمعية الأندلسية اللي كانوا كيجيو من